في سنتنا الثالثة على التوالي سباق الغزية الدولي يستمر بكم أنتم وبثقتكم ومحبتكم نستمر. لقد ركضنا في السنوات الماضية للعيش المشترك وليعم السلام، أما هذا العام نحن شباب لبنان نرفع الراية، نستمد قوتنا من إيماننا وثقتنا اللامتناهية بجيشنا بمقاومتنا بشعبنا. نركض هذا العام لهدف واحد، هدف يكاد يكون كلمة السر التي جمعتنا في هذه الساحة، ألا وهو تحية العلم، ذاك العلم الذي رفع في معركة فجر الجرود إيدانا بدحر الإرهاب. رفع العلم وارتقت معه نفوس طاهرة أبت إلا النصر. وفي المناسبة أقول هو مثل ما بيكون عندن أم عم تنطر رجوعا مع الياريت، لما يعودوا بالكفن بتشم ريحة وطنها عحجار البيت. كانوا عارضك يسهروا يبقاع، ولما الأعادي وسعوا الدمي صاح الشهيد بأرض ما بتنباع، عليك الشجر والمي من دمي، يعني شهيدك بالجرد ما ضاع، استشهد تعيش هالأمي. وكان عنا قاع مثل القاع، صار عنا قاع بالقمة.